مسجون ومتهم بملفات كثيرة بالبصرة ومتهم بعلاقة جيدة مع نور زهير. وين نور زهير؟ نور موجود. نور موجود. أي موجود. عنده أرصفة بالميناء. كل شيء عنده. عنده استثمارات بميناء البصرة. هو سيندعي يدعي حالياً يدعي. جديدة أقصد. يعني. يدعي أنه هو حالياً عنده جوا إيده 3 مشاريع ثقيلة. بالبصرة. يريد الناس تأخذها من عنده. أنا هسه وصلني يعني خابرني ولد قال لي أبا أكو 3 مشاريع نور عارضهن. فشنو جدية؟ قلت لي يا مشروع طاني اسمه 1، 2، 3 واحد قيمته مليار دولار وكسر في البصرة والثاني بكربلاء. أنت ليش تهاجم الميناء؟ ليش تهاجم فرحان الفرطوسي؟ يقولون إنه أكو عقود استثمارية أجنبية دا تنفتح بالميناء وشغل زين. وذاك اليوم شفنا فيديو كول بين السوداني والفرطوسي. شو أخبار لقائك مع فرحان الفرطوسي؟ لحد الآن ما أجا. أنا منتظرة من عنده موعد. ما أعرف لحد الآن ما أعرف. هل يخشى صراحة منى سامي؟ يقول مسافر. مرة اعتذر لأنه حاول وما قدر. مرة وصلتني معلومات إنه شيخ ومعمه وحجي. لا مرة كان عنده لقاء مع رئيس وزراء يعني طانا موعده واعتذر بآخر لحظة. أو انتفت الحاجة للقاء باعتبار الاستضافة انتهت؟ أو رئيس وزراء كفاه هاي المشكلة كلها؟ طلع في فيديو رئيس وزراء اتصل بيه من الصبح قعد وكاميرات وشاشات وقال له شلون الشغل وكذا سواها نكاية مجلس النواب. إيه راح تسكتون يعني هو مو بس تبدأ تحكي خوف هذا الموضوع. ودا يعواد دا يحكي على الحيدر. يعني نور زهير مثل ميسي انتقل من فريق إلى فريق قضيها من عدي. شوفي أنا مرات من أثير مشكلة على شخص هواي أكو ناس قاعدة تتربص. زين وين يحكي مصطفى؟ وين يحكي هادي السلامي؟ وين يحكي فلان فلتان؟ اللي يحكون عليه فاسد عنده ثروة تكونت بشكل مو طبيعي كذا يروحون يتفقون وياه. المهارات اللي انطيناها احنا وصفنا بها نور زهير انه ماهر بالضريبة والتزوير والتلاعب والحيلة الشرعية والحيلة المحاسبية خلت واجهات عينها عليه. عينها على نور؟ طبعا. وهو معرف بشكل رسمي انه يمثل احد الجهات سياسية. ميمو انت طاب بنص هاي ما تخاف؟ علي من اخاف؟ هو انا منزم واحد معتهم يخلص مني؟ ذاك يوم انا قاعد بالطيارة صعد واحد صعد وراي واحد لحد ما نزل من الطيارة على بالي هو واحد ببالي والله نزعت الحزام كنت سخن قبل الحزام بالله العظيم بالطيارة ما تحملت بعدين طلع اشتباني خابرته بالخطوط الجوية قلت له هذا قاعد وراي شو اسمه قال فلان فلان قلت هذا هو لا هو لاعب باسمه مو هو هذا قال لا والله فلان عفوا نسيب فلان زوج اخت زوج فلان فخابرت فلان قال لي صحيح هذا زوجتي يشبه يشبه يا معود يشبه على بختك